ورجعنا مرة تاني بعد الفاصل ولسه بنكمل حلقتنا وفقرتنا دي هنتكلم على دكتورة مصرية صاحبة تقنية جديدة وابتكار جديد بيشتغل على تحويل النفايات إلى مواد يعني يمكن إعادة استخدامها مرة تاني. النفايات أغلفة المواد الغذائية قدرت أن هي تحولها إلى شكلها الأولي ويتم إعادة استخدامها مرة تاني، تقنية جديدة طبعا في إطار الاهتمام بأن احنا نعيد تدوير كل الأشياء علشان يعني نكون أقل تلويثا للبيئة وتأثيرا على المناخ ومختلف يعني الأشياء اللي بهذا الشكل. بكل تأكيد لازم نتعرف على هذا الإنجاز وهذه التقنية الجديدة وتفاصيلها وإزاي هتفيدنا خلال الفترة اللي جاية. خلينا نرحب معانا عبر تطبيق زوم بدكتور أوليفيا عدلي الباحثة المصرية بجامعة التكنولوجيا في أثلوند بأيرلندا. أهلا بحضرتك يا دكتور معانا. أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين وكل سنة وحضرتكم طيبين. كل سنة وحضرتك طيبة وسعداء جدا بوجودك معانا وألف مبروك على التقنية الجديدة. محتاجين في البداية تعرفينا في الأول بحضرتك ودراستك ومسيرتك كانت عاملة إزاي وبعد كده ندخل يعني في التفاصيل أكتر ونتعرف على التقنية. أنا دكتور أوليفيا عدلي، أنا خريجة 2010 كلية صيدلة جامعة عين شمس، ومعايا 2 ماجستير. أول واحد حصلت عليه كان من جامعة النيل في تقنية النانو، كان في 2013 وكانت منحة دراسية هناك في جامعة النيل. وبعد كده في 2016 حصلت على الماجستير الثاني في الكيمياء التحليلية من كلية الصيدلة جامعة القاهرة. ويعني كان شغفي من ساعة ما تخرجت بصراحة كان في تطبيقات البيئة، يعني من ساعة حتى من في الماجستير الأولاني والتاني كانت الأطروحة بتاعتي أو الثيسس بتاعتي كانت خاصة بمعالجة المياه ومن الملوثات اللي فيها باستخدام تقنية النانو، سواء في الماجستير الأولاني في جامعة النيل أو حتى في الماجستير اللي كان خاص بكلية الصيدلة. كنت بحاول أستخلص الأدوية اللي هي بتلوث مياه الصرف الصحي. وفي 2019 بقى حصلت على الدكتوراه في برضو الكيمياء التحليلية من كلية الصيدلة جامعة القاهرة. فدي يمكن الدراسة بتاعتي كلها يعني المسيرة لحد 2019 كانت مليانة بالدراسات في مصر وكمان العمل على إزاي نقلل من التلوث مثلا في المية ونستخرج منها الأدوية الملوثة وأشكال كتير، لكن فكرة إعادة تدوير الأغلفة الخاصة بالمواد الغذائية وإن هي ترجع لشكلها النهائي أو شكلها الأولي ونعيد الاستفادة منها مرة تاني، يعني الموضوع بدأ إزاي مع حضرتك واشتغلتي عليه لمدة قد إيه؟ شوفي حضرتك، أنا من 2013 وأنا بشتغل في جامعة هليوبلس، وهي بصراحة الجامعة مهتمية جدا بموضوع التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. فكان عندي الشغف الخاص بفكرة التنمية المستدامة وإزاي إن إحنا نعمل إعادة تدوير للمخلفات من 2013. فيمكن أنا ما قدرتش أشتغل على المخلفات أو إعادة تدوير المخلفات من ساعتها، لكن بعد ما خلصت الدكتوراه وبدأت بقى إن أنا أشتغل على مشاريع خاصة بي أنا كحرية شخصية، فكرت في موضوع إعادة التدوير. وفعلا عرضت على إدارة الجامعة إن إحنا نشتغل على مشروع خاص بإعادة تدوير المخلفات. وقتها يعني كان في شوية مشاكل وكده، فساعتها لجأت إني أنا أدور بقى بره مصر أشوف طيب هل في حد عنده استعداد إن إحنا نشتغل على مشاريع خاصة بإعادة التدوير. وبحثت كتير بصراحة، ويعني وقع بعد كده عليا الاختيار على كان بوزيشن خاص في جامعة أثلوند، في اللي هي الجامعة التكنولوجية في أثلوند في أيرلندا. هم كانوا شغالين على مشروع خاص بإعادة تدوير المخلفات، فقدمت على الوظيفة نفسها. هي كانت باحث ما بعد الدكتوراه، واتقبلت نتيجة لأن أنا كان عندي الشغف نفسه وكان عندي خبرة في شغل البيئة، فقدمت على بوزيشن واتقبلت وسافرت في 2020. ومن هنا بدأ الشغل بقى على إعادة التدوير باتساعها بقى معايا في مشاريع كتيرة غير حتى مشروع التقنية ده. يعني أنا شغالة على حاجات تانية كمان بجانب مشروع التقنية،
خاصة برضو بإعادة تدوير المخلفات. طيب دكتور، من أول ما رحتي أيرلندا في 2020، حكي لنا على أول تجربة يعني قمتي بيها علشان تطبقي النظرية الخاصة بإعادة التدوير، كانت إيه؟ وحكي لنا كواليسها كانت عاملة إزاي؟ هو الشغل في الأول، إحنا يعني دايماً أنا الشغل الكيمياء بالزيت الخاص بإعادة التدوير، لأن أنا الجزء الخاص بي في إعادة التدوير هو التكسير الكيميائي للبلاستيك، مش فقط بس احنا بنكسره لباودر او حاجه، لا احنا بنكسر مكونات البلاستيك نفسه، البلاستيك بنحوله زي ما حضرتك قلتي المكونات الاوليه بتاعته بالظبط كده. فبنشتغل الشغل نفسه في المعمل، وبنحاول ان احنا نطور التفاعلات الكيميائيه علشان نقدر نوصل لجوده عاليه من التفاعل، ان يديني كميه كبيره من المواد الاوليه برقاء معين، بحيث ان انا اقدر استخدمه بعد كده عشان اعيد تصنيع البلاستيك مره اخرى ويكون بجوده عاليه. فالموضوع بدا من الجزئيه دي، بدا من الشغل المعمل، اني انا نجحت فعلا ان انا اطور التفاعل الكيميائي الخاص باعاده تدوير المخلفات البلاستيكيه اللي هي مينلي البولي استرز او اللي هي البوليستر. وبعد كده المديره الخاصه بيا قالت لي طيب احنا عاوزين بقى نكبر الموضوع ونخليه يبقى على سكيل اكبر، وسكيل تصنيع، وسكيل السوق نفسه. ف ايه رايك يا اوليفيا لو تحاولي تاخدي التفاعلات دي وتحاولي تجربيها في المكن الخاص عندنا في المصنع بتاعنا التابع للجامعه؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ نجرب. اللي حصل بقى ان انا رحت المصنع نفسه، هو مصنع صغير في مكن وبيشتغل عليه مهندسين، يمكن انا كنت الكيميائيه الوحيده اللي موجوده وسطيهم، فطلبت منهم ان انا اتدرب على الماكينات ديت عشان خاطر اقدر افهم هي بتشتغل ازاي، لان انا مش عارفه هي بتشتغل ازاي. فاتدربت عليها، وبعد كده طلبت منهم ان هم يفكوا المكن خالص بحيث اشوف ازاي اقدر احط تفاعل كيميائي جوه المكان ده، لان دي حاجه مش سهله خالص. وقدرتي يا دكتور تعمليه ده بعد فتره قد ايه؟ يعني امتى بقى بدانا بالفعل المصنع ينتج بناء على التقنيه الخاصه بحضرتك؟ بصي حضرتك، انا سافرت في اغسطس 2020 بدانا، يعني انا قعدت حوالي 4 شهور أو 5 شهور بشتغل في المعمل لاظبط التفاعل الكيميائي جوه المعمل زي ما بقول بالظروف المعمل. وبعد كده من حوالي يعني اخر 2020 او اول 2021 بدات بقى اتدرب على الشغل المكن نفسه، اشوفه بيشتغل ازاي، وازاي نقدر ناخد التفاعل ده وننقله ان هو يشتغل في المكن بصفه مستمره، بحيث ان هو ياخد كميات كبيره بقى من البلاستيك. فقعدت حوالي شهرين بتدرب على المكن نفسه، وبشوف ازاي اقدر يعني زي ما يكون كده اقولب التفاعل بظروفه، بدرجات حرارته، بالضغط بتاعه، بالوقت اللي بيتطلبه التفاعل الكيميائي، وازاي اقدر انقله في مكان زي ده. فبصراحه هي كانت بركه ربنا، يعني انا مش هقول اكتر من كده، هي بركه ربنا فعلا. وساعتها حتى لما بدات اشتغل واقول لهم طب خلاص هنبدا بقى، انا خلاص يعني ظبطت ده ما بيقول كده النظريه للحاجه نفسها ان هي تشتغل، عايزين بقى نبدا نجرب عملي. فوقتها الناس حتى كانت مستغربه، لان طبعا هم معظمهم كلهم مهندسين، فازاي بقى هتفجر لنا المعمل يعني. لكن الحمد لله يعني اقنعتهم وظبطنا كل حاجه بحيث السيفتي تبقى مظبوطه، الامان نظام، يعني الدنيا كلها تبقى متظبطه بحيث ما يحصلش اي ريسك او اي اخطار. ونشكر ربنا بدانا اشتغلنا على الموضوع، و في الاخر فعلا الموضوع نجح، يعني نشكر ربنا. طيب دكتور سريعا خليني اسال حضرتك على بعد التقنيه دي حاليا شغاله على ايه، او بتستهدفي ايه الفتره اللي جايه؟ احنا اللي بنستهدف له الفتره اللي جايه ان احنا يعني احنا المفروض دلوقتي عند يعني احنا نازلين بالبروتوتايب، يعني المفروض محتاجين دلوقتي ان احنا بنظبط البروتوتايب بتاعنا، وده بيتطلب ان احنا في دراسات معينه بندرسها بيئيه واقتصاديه علشان نقدر نقول ان احنا
هنقدر ننافس اللي موجود دلوقتي كتقنيات موجودة في السوق، لأن دي تعتبر تقنية جديدة. طبعا وفي اوريدي تكنولوجيز موجودة في السوق، مش هقول إن هي مشابهة ليها لكن هتنافسها. فعشان اقدر اقول حاجه زي كده فانا محتاجه اعمل الدراسات دي، فده الوقت اللي احنا بنعمل فيه الدراسات. بلس كمان انا شغاله التقنيه دي دلوقتي على البولي استرز. طب ما في انواع تانية موجوده للبلاستيك زي البولي ايثيلين والبولي بروبايلين، انواع تانية، فهل نقدر ان احنا برضو نطبق التقنيه دي على الـ 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 البلاستيك ده؟ طب وازاي نقدر نعمل ده؟ ايه التفاعلات اللي ممكن تنفع نقدر نستخدمها ونحطها في المكان برضو ده، ويقدر ان هو بحيث ان احنا نوسع المجال بتاع التقنية ما يبقاش خاص بنوع معين من البلاستيكس. كمان يعني دي حاجة كمان انا شغالة عليها دلوقتي، ان انا بحاول اطبق التقنية دي بس مش على كمان المخلفات من البلاستيك، لا على المخلفات الحيوية اللي هي المخلفات الزراعية، بحيث ان احنا عظيم. نقدر فعلا بعد ما نعديها في المكان ده ان يطلع لنا منتجات نقدر من المخلفات الزراعيه اللي ما مش قادرين، زي مثلا قش الرز او قش الشعير. الحقيقة يا دكتور تقنية فازاي نقدر مهمة جدا، وواضح ان مستقبلها واعد، وكلنا ثقة في دراسات حضرتك والخطوات اللي جاية، ونتمنى ليكي كل التوفيق والنجاح والى مزيد من التقدم والانتشار اكتر على مستوى العالم. بشكرك شكرا جزيلا دكتور اوليفيا عدلي، الباحثة المصرية بجامعة التكنولوجيا في اثلون بايرلندا. شرفتينا ونورتينا. شرفتيني، شكرا لك. مشاهدينا لسه حلقتنا مكملة مع حضراتكم، فاصل سريع وبعد الفاصل هنتكلم على الأوكازيون المنتظر، استنونا.